احنا مأساتنا الحقيقية بالحقيقة موضوعك اليوم هو نعم. يشمل الكل، الفساد، الفساد وحتى الأخلاقي بالمهنة بالحقيقة، أحسنت. لأن أصحاب المصارف أحسنت. وأصحاب الشركات اللي هي تنطي هاي القروض، احنا كل العالم نعرف اكو مواصفات، اكو شروط، شروط ابو المصرف، اكو كون اكو مراقبة إليه، بحيث صاحب المصرف يكون يشرط يا نوع من السيارة اللي يعطي قرض عليها حتى أحسنت. هو يشجع يا سيارة تدخل. أحسنت. اولا يكون انه تكون من خلال قضية البيئة مهمة عند العالم، احنا ما لها كل قيمة، يعني ابو المصرف يعطي وهو يتواطئ بالحقيقة على السيارات الرديئة فقط يعطي عليها وبها ارباح، هاي بها ارباح هواي. طيب الدولة استاذ عمار، العالم قبل لا الدولة تتعاقد أو التاجر يتعاقد على أي بضاعة، تروح الدولة للدولة المصنعة تفحص فحص يسمونه الإيزو، هذا الإيزو 900، تفحص وتعرف هاي المادة من تدخل البلدها شنو أضرارها عن المواطن. صح. يعني مشكلة أنه المواطن ما له قيمة تجيبون له سيارة، هو مضطر وبسيط. لا أبو أحمد، أبو أحمد، إحنا ليش نروح لغير دول؟ هاي هنا شمال العراق كردستان أكو نظام، اكو شروط. نعم. حتى انا اقبل السياره الفلانيه وتدخل نظام الكتروني، وش قد بها مشاكل، وش قد بها عطلات، وشلون العطلات، وش قد يتم تصليحها، هاي كلها احنا ما موجوده عندنا بصراحه. استاذ عمار، هسه انت تروح لك المصرف مثلا، المفروض عنده استماره، يقول لك انا ما انطي قرض الا عندي ثلاث انواع او اربع من السيارات، المفروض الدوله تحطهن الى، تقول له بني اربع خمس سيارات مثلا اليابان الكذا، مو اي سياره من كوريا تجيبها، أحسن. اي سياره من الصين تجيبها، ما يصير هيك هذا. يعني اصحاب المصارف انتم جاي تساعدون بتدمير بلدكم، تدري يا ابو احمد تقدرون تربحون، انتم تقدرون تربحون بكل الاحوال. انطيك معلومه، انطيك معلومه ابو احمد، تدري انت شوارع تحديدا ببغداد، شوارع بغداد تتحمل 400 الى 500 الف سياره، تدري كم سياره ببغداد؟ نعم 3 مليون سياره. كارثه هاي، هذا شيء غير معقول. والمشكله ما عندهم اي برنامج وخطه، العالم جاي يسوي مجسرات سريعه، احنا عندنا تقاطع هنا بالناصريه صار لنا ثلاث سنوات بزنك، تريد تفوت ما تفوت، زين انت شو مسوي؟ مسوي قمر صناعي، اسمنت وحديد وحصى ورمل، الاسمنت بالعراق والحديد والرمل بالعراق والحصى بالعراق، وانت ما تدبرها. والله يا سر عمار، خجلونا. أنا أشكرك. خجلونا.